السلام عليكم. بالنسبة لآخر فيديو هذا عندنا في هذه السلسلة، غادي نشوف فيه كيف قلنا دوك لي زيكون. دونك هذوك لي زيكون اشنو يكونوا هما في الأصل؟ هما عبارة غير على خط. عرفتوا كيفاش مثلا كنكتبوا تكست بخط ديال الاريال ب تايمز نيو رومان كاليبري فيردانا كاع هذاك الشيء، راه نفس القضية. فانت اوسون تا هو خط، غير عوض ما تلقى فيه الحروف كتلقى فيه الأرنبات وداك الشيء. ما كاينش شي سيت ويب اللي ما تلقاش فيه القليله قليله واحد 10 ديال لي زيكون خدام بهم الواحد. دونك كاينين بحال هادشي، هادو تا هما راه دي زيكون. كاينين اللي مقسمين باغ جروب، مثلا بحال غير حاليا كاين هاد العجب ديال كوفيد، ها هما خرجوا لك دي زيكون اللي متعلقين بكوفيد. ولكن راه كاينين بعض لي زيكون اللي كتخلص على باش انك تستعملهم، كيكون عندك واقيلا بحال شكل ديال سبسكريبشن. وعاد كاينين لي فري، لا فيرسيون اللي كتستعمل بزاف، حيت ها هو غتلقاوني هادشي قلت لكم كاينه فيرسيون برو وكاينه فري. لا فيرسيون غتلقاو كتستعمل بزاف ماشي 6، وانما دوك لي فيرسيون القدام، مع العلم انه حتى 6 راه ممكن انك تستعملها. كيفاش كيتستعملوا هاد لي زيكون؟ كتجي يا سيدي مثلا نديرو انني باغي نستعمل نيت. شنو نديرو سيرفيسز، واخا ايميل هذيك معروفه لنا كلنا، هذيك البرا ممكن انك تستعملها. نشوف سيرفيسز. دونك سيرفيسز عطاونا هاد العجب هذا، قالك هادو هما بالنسبه لنا حنا معنى ديال سيرفيس. مزيان، دابا الا احتاجيت انني انا بغيت نخدم مثلا بادي، غادي يعطاني برو، دونك راه غادي نحصل انني نخدم بها برو. هادي لا، دونك كنكليك عليها. دابا ملي كتبغي تستعمل هاد لي زيكون فيهم الانواع، دونك كاين هنا ممكن تدخلها بهذه الطريقه هذه اف واحد بي ا، وممكن تدخلها بهذه الطريقه هذه سلاش 10 اف واحد بي ا. ممكن تدخلها بهذه الطريقه هذه اللي هي كدير واحد لاباليز اي وكدير فيها لا كلاس ايغال اف ا دي، وكدير اف ا تاكسي. اف ا هي فانت اوسم، دي هي دارك، حيت الا بغيتي وحده تكون لايت كدير رمز اخر. حيت حنايا حاليا خدامين بدارك ولا ديوتون. كاين لايت، شتو هادي اف ا ال يعني فانت اوسوم لايت. الا بغيتي العاديه اف ا ار فانت اوسوم ريغولار، والسوليد اف ا اس. دونك الا بان لكم هادشي هذا راه ماشي شي حاجه خارقه للعاده. هنا كتقول لي لا كلاس ديال اف ا اس يعني انني راه مستعمل فانت اوسوم ومستعمل سوليد، الستيل اللي بغيت هو سوليد. ومن بعد كتقول لي الاسم ديال هادي راه هي اف ا تاكسي، صافي كتعطي عليه هو كيجيبها. ولكن ضروري ما يكون عندك واحد اللين في الفوق ديال الصفحه ديالك باش تقدر تستعمل هادشي هذا. هاد اللين منين تقدر تجيبو؟ غنخليه لك في الديسكريبسيون. بغيتي تدخل ليه، دخل دبليو 3 سكولز، دبليو 3 سكولز، وغادي تلقى هاد اللينك هذا. هاد اللينك ما كيعطيكش الفيرسيون الاخرى، يعني ممكن تشوف شي ايكون هنا مثلا ديال كوفيد تعجبك، منين تمشي تجيب هاد اللين تبغي تكتبها ما تطلعش ليك عادي، حيت انت هنايا مستعمل لا فيرسيون 4.7، يعني باقا الفيرسيون 5 بكاع دوك الشيء اللي خرج فيها 5 6 5 4 5 كذا، عاد لا فيرسيون 6 اللي هي الاخرانيه. حنا غنخدموا غير بهذا القديم، وغنديروا كوبي، وغادي نمشيو للدوكيمون ديالنا اللي هو هذا. غادي نمشيو ندخلوا هنا، نمشيو ل HTML في الهيد، غادي تلوح هذا الشيء هذا ديرو انريجستري باش تعرف بلي هادشي خدم. جي اس سي دي لهنا مثلا سيرفيسز، دير واحد الباليز ديال اي، سد هذيك الباليز وكتب هنايا مثلا كلاس ايغال اف ا، مثلا اف ا كاريت داون. جيب لي داك السهم اللي كيشوف لتحت، كاريت داون هو السهم اللي كيشوف لتحت. واش خدم؟ خدم، يعني هاد لا كلاس خدام. اشنو الطريقه اخرى ممكن ديرها بها؟ هي بحال هادي اللي كنا درنا هنايا ديال الكلير فلوت، منين درنا افتر سودو كود. دونك هنايا منين درنا هاد السودو كان ممكن نجي هنا وندير كونتنت ونكتب الرمز ديالها اللي هو هذا، هاد اف واحد بي ا، وغادي يعطيني هذاك الشيء اللي بغيت اللي هو هذاك الرمز اللي قلت لكم دابا، داك ليكون. دونك حنا غنبقاو بالطريقه الاولى. الطريقه الاولى سهله ما فيهاش الصداع، كتهنينا. دونك هنايا غادي نجيو وغادي نقول ليه انه من بعد ما درتي بهاد الكاريت داون راني محتاج وحده اخرى في هاد هيومن ريسورسز، ولكن بغيتها تكون كاريت فين؟ بغيتها تكون كتشوف
العليمن. دونك هنا غادي نمشي لهادي هيومن ريسورسز، وكنظن انكم فهمتوا القضيه. غادي نجيب تاني باليز اي، وفي الباليز اي غادي ندير كلاس، وفي لا كلاس غنعيط على فانت اوسم. ديك الساعه في فيرسيون 4.7 ممكن تكتب غير اف ا بلا ما تكتب لها اس، لا اللي يحزن، ودير اف ا كاريت رايت، دير انريجستري. شوف مزيان، وهذا كي كيعني ان هاد المنيره باقي فيها زياده، وهاد المنيره نازله لتحت وما تبقى راه ما فيه والو. انت اللي كنتي من دوك الناس اللي عزيز عليهم مثلا دوك لي زيكون يكونوا كتار، انا من هذوك الناس زي هذاك الشليط. دونك هنا ممكن انك دير بحال ما هكا، تكتب اي دير سلاش اي هكا، وتجي ودير مثلا اف ا اف ا كا ماشي كارت، وهنا هدا عليا انفلوب، واقيلا كان سميتو انفلوب انفلوب، كنظن 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 لا ماشي هو هذاك، ماشي هو هذاك، ولكن عاقل كانت شي حاجه سميتها بوك. يا وشتي فين هي كلاس؟ كلاس ايغال انريجستري. دونك ها هو كتب، وراه وقيلا عندي الحق، تا انفلوب كاين انفلوب انريجستري. تي والله العظيم الا بنادم. هنا غادي نديرو اف الاولى، كاين عندنا فانت اوسم سوليد، كاين وحده كنظن 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 اف ا اس، اها ما كانتش فيها اف ا، كاينه واحده اخرى كدير اف ا انفلوب. كاين عندكم واحد تشيت شيت، هذه باش كنت كنخدم انا في الاصل فونت اوسم اوسم تشيت شيت ديال 4.7. دابا هذه كتهنيك من كاع الصداع ديال انك بدا تقلب واش كاينه واش ما كايناش، هذه كانت كتختصر عليا الخدمه. في حاله احتاجت شي حاجه كنجي هنا وكنقلب على ليكون اللي عجبتني، وكنجي نديرها مثلا منين طلع لينا داك الانفلوب انا بغيت واحد اخر اللي يكون خاوي من الداخل، ماشي هذاك اللي عامر باللون، حيت انت ممكن تحدد شنو بغيتي. ممكن ديروا حتى هنايا اللي بغيتوش تكثروا عليكم تقلب، ديروا كونترول اف وكتب انفلوب. فوالا كاين هذا كاين هذا كاين هذا اللي بغيت، انفلوب وحده تيغي وحده او، يعني هذا الشيء باش زقلتها. غادي نمشي لهنا وغادي نكتب انفلوب تيغي مزيان. بغيتو ليسباس ديرو بحال هكا مورا الاي المسدوده ماشي محلوله، ديرو اسباس ديرو انريجستري. ها هي هادي، وتقدر تزيد ديال اباوت اس مثلا، فينا هو اباوت اس، ها هو. تقدر تجي هنا بنفس الطريقه، غادي تجي يا سيدي دير اي تعيط عليها، وغادي دير الكلاس، وخيلا هذيك سميتها انفو شي حاجه بحال هكا انفو، هاي انفو سيركل تاني اللي بغيتي، واش بغيتي هاد الخاويه هادي ولا بغيتي هادي. انا غندير هادي ديال سيركل، دونك نديرو اف ا اف ا اف ا انفو سيركل كوبي، رجع هنا حل هذا، وغادي ندير كولي. ضروري من اف ا الاولى، ما تجيش نيشان ودير غير هاديك، ضروري من اف ا الاولى. هاي عطاتنا حتى هي ديك الريزلت اللي بغينا، وتقدر هنايا تعمرهم كلهم ودير داكشي اللي بغيتي، دجج هادشي مدجج هاد المنيو. دونك هادشي كاين عندنا بالنسبه لهاد السيري، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. ما كرهتش لو انكم هادشي تقولوا لي مثلا شنو جاكم مزيان، شنو اللي ممكن اننا نبدلو باش حتى حنا نقدموا لكم شي دروس اللي تستاهلوها اللي تعاونكم، خصوصا مع هاد الجائحه اللي جاياكم هاد العام الجاي، والناس غادي تقرا من ديورهم. الا كانت شي حاجه ممكن نقدروا نعاونكم بها وكان الوقت، وسمحوا لي على هاد القضيه ديال الوقت، حيت الوقت تقريبا بعض المرات ما كيكونش عندي، وبعض المرات غير العجز. دونك هنايا الا كانت شي حاجه اللي كتظنوا انها غتفيدكم مزيان وطلبتوها انتم اكثر، راه ممكن انكم تطلبوها في الجروب او لهنايا في الكومونتير في الفيديو، راه ان شاء الله غادي نحاول نخرجوا لها الوقت باش ما كان. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا، شكرا على التتبع ديالكم، نشوفكم في شي سلسله اخرى ان شاء الله.